وضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تم تنظيم قافلة طبية شاملة بقرية كفرش حتى التابعة لمركز كفر سعد بدمياط. القافلة تضمنت عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعملا وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان، وذلك وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا. هذا وقد تم توقيع الكشف الطبي على 1245 مواطنا، بالإضافة إلى تحويل 28 حالة لتلقي العلاج بالمستشفيات وإنهاء إجراءات استطار قرارات للعلاج على نفقة الدولة لأربع حالات. القرية مصنفة من ضمن القرى الأكثر احتياجاً وداخلة في خطة التطوير التابعة لمبادرة حياة كريمة رئاسية. النهاردة القافلة بتقدم كل التخصصات الطبية من كشف عن طريق أطباء أخصائيين واستشاريين. الصيدلية فيها حوالي 130 صنف من الأدوية، وكمان موجود معانا الأشعة والتحاليل. الميزة الأكبر القافل بتقدمها أن الموضوع مش مقتصر على اليومين بتوع القافلة بس، بنقدم الخدمة الطبية في اليومين دول بس، لأ، الموضوع بأننا كمان بنحول المستشفيات اللازمة للمرضى لو هنحول لهم مثلا لإجراء معين تداخلي، أو أن احنا بنسهل استصدار القرارات علاج على نفقة الدولة للمرضى اللي محتاجين القرارات دي. القافلة العلاجية بتقدم خدمة العيادات، خدمة العيادات المتنقلة اللي بتشمل الطبيب الأخصائي أو الاستشاري. كمان موجود معانا لدعم قرار الطبيب، موجود معانا المعمل اللي فيه أكتر من 40 تحليل، معانا كمان الأشعة العادية والسونار، معانا الصيدلية اللي فيها أكتر من 160 صنف، كمان عندنا عيادة الكشف المبكر عن الضغط والسكر. بنبدأ نطلب العيادات التخصصية دي المتنقلة من وزارة الصحة اللي بتدعمنا بالعيادات التخصصية، بتدعمنا بالأدوية، بتدعمنا بكل حاجة احنا محتاجينها للمبادرة حياة كريمة. احنا بنجيب العيادات، بنختار لها الموقع هنا، بنوقفهم، بنعمل تباعد اجتماعي بينهم، بنخليهم على مسافات بعيدة عشان ما يعملش يزحم الجمهور، ونطبق الإجراءات الاحترازية لمرض كورونا. بنعمل هنا 6 شبابيك تذاكر لخدمة المواطنين علشان نعمل بينهم تباعد اجتماعي ونعمل إجراءات احترازية. المريض بيخش القافلة بيلاقي كل العيادات اللي هو بيطلبها وفي الكوف موجودة عندنا هنا في القافلة.